صباح الخير على كل اللي بيشوفونا على شاشة أكسترا نيوز في كل مكان، وحلقة جديدة من الإبداع في مصر. زي ما انتوا عارفين بننقل لحضراتكم كل أخبار وكواليس الفن والفنانين والمبدعين وصناع الأعمال الفنية. النهاردة هنتكلم عن عمل مكسر الدنيا، عامل جدل كبير في كل حتة، وهو مسلسل بالطو، واللي هو رقم واحد في كل السوشيال ميديا المصرية والعربية. خليكم معانا. حكمت المحكمة حضورية على الطبيب عاطف كمال محمد بحالة أوراق على فضيلة المفتي. ده بيت عاطف كمال محمد؟ ده جايب 99.5%. خدتوه كلية الطب ازاي ده؟ ده هو الدكتور عاطف بسرعة. تكليفك هيبقى فين؟ لا يا عم مش لدرجة حلوان. أنا جايب ضايق جدا، أنا مش هروح الأماكن دي. أنا بقول لك إيه؟ رحت أشوف الليف دي ازاي؟ مين الراجل ده يا دكتور؟ اتقتل مدير الوحده. امسكوا الدكتور ده. انت دلوقتي رسميا بقيت مدير الوحده. اي مدير جديد بيجي بكشف عليه. فعلا عايز زي ما كل الوحده بتقول عليه. شكلك كان حلو جدا وانت متنفذه. استاذنك عشان اروح احلى. يا دي اوضه ايه بالظبط؟ التطعيمات يا حبيبي. ومن اللهبل اللي قالك تعملي كده؟ بسرعه. طب يا جماعه انا اعرف القوانين دي منين؟ الحكايه راجل غريب جوه بيتي واني مش موجود. مفيش راجل ولا حاجه. لا 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 مش عارف منين. مش لازم الناس يبقى عندها احلام اصلا. الموضوع معقد فعلا. انا عيل عم محمد شايفني عيل يعني؟ اوعى تفتح الاوضه دي. هيحصل ايه يعني؟ الوحده بتتحرق. حد ينده لنا الشيخ مرزوق بسرعه. ده بقى اللي هيطفي الحرب. انا عاده ما بديش فرصه ثانيه لحد، بس واضح ان انا حطيتك وارتحت لك. في ايه؟ طيب في ايه؟ انت بتاع السوق. هترجعونا لايام الشقاوه تاني. كاميرا الإبداع في مصر كانت حريصة أنها تقابل صناع ونجوم مسلسل بالطو، واللي تصدر محركات البحث على موقع جوجل بعد عرض أول حلقات منه على منصة واتشت. والرابع أسبوع على التوالي بيصبح ترند كل منصات التواصل الاجتماعي. مسلسل بالطو متاخد من كتاب بالطو فانيلا وتاب للكاتب الساخر أحمد عاطف، وهو كاتب سيناريو حوار المسلسل. بالطو بتدور أحداثه في إطار كوميدي، لما بيتم تكليف عاطف اللي بيقوم بدوره النجم عصام عمر، الطبيب الشاب اللي لسه متخرج في وحدة صحية في إحدى القرى. وبعد كده بيلاقي نفسه فجأة بقى مدير للوحدة الصحية ومسؤول فيها عن كل حاجة. الحاجة عيشة مرات الحاج عنتر ابو الفضل، بتتحمل في الرابع وبتيجي تتابع معانا كل شهر. والمصحف والخدمه الشريفه. ثلاجه 12 قدم. انا مش متخصص ولاده، ولدها انت. انا حاسس ان انا بقيت احسن لما فضفضت معاك. طفوا الحريقه؟ لا لسه شغال الحمد لله. انزل يا عم ده سرير، في حد يجي يكشف في سريري؟ ومن اللهبل اللي قالك تعملي كده؟ دكتور عاطف. تعالى اتفرج على الحمام. هو إيه انت سعيد ليه؟ ايه الجميل في الحمام؟ هو حمام سباحه؟ الشيخ مرزوق ده اقوى من كاميرا الابداع في مصر. كان ليها لقاء مع بطل مسلسل بالطو عصام عمر، واللي كلمنا اكتر عن ازاي تم ترشيحه للدور ده وعن الدور اللي بيجسده. تعالوا نشوف قال لنا ايه كمان. ترشيحي جه من المخرج استاذ عمر المهندس، و وبس واشتغلنا وطلع بالطو. هو الفكره كلها ان العمليه لما بتيجي بتختاري تعملي عمل شبابي، بتشوفي ممكن حد منور اكتر، ده التفكير السائد يعني، حد مشهور اكتر، عنده معجبين اكتر، بتحب شغله بتاع، فده بيبقى افضل للعمل الفني يعني. فانا كنت متخوف من فكره ان انا اخش للناس بدور رئيسي شبه ده، وكنت متخوف تخوف تاني ان عمر المهندس صديقي اصلا، اشتغلنا مع بعض يعني، تعرفنا في اوديشن زمان من سنين كتير، وعملنا افلام قصيره وحاجات سكتشات كوميدي. فكنت متخوف كمان ان في اول تجربه لي، وانا واثق فيه جدا، وكنت خايف اول تجربه لي ان انا اكون الحلقه الاضعف فيها يعني، فكنت بتجنب ده، بس هو تمسك بيا يعني، والحمد لله احنا وصلنا لهنا يعني.
قريت الاول السكريبت كويس وبعد كده قريت الكتاب اللي السكريبت معمول عليه اللي هو بلطو فانيلا وتاب كاتب احمد عاطف، وبعدين جبت اكتر من روايه بتتكلم عن اطباء اللي بيروحوا محافظات تكليف شبه روايه طبيب ارياف للكاتب الكبير محمد منسي انديل، وقريت حاجات ليها علاقه بالطب نفسها الحاجات الاساسيه عشان خاطر كل الحاجات دي حتى لو مش بتستعمليها في اثناء التصوير بس بتبقى موجوده كده بتنفعك في وانت بتأدي الشخصيه. وعملت بحث عن الوحدات الصحيه وبعدين روحت بقى اكتر من مستشفى والجامعه عشان اشوف شكل الطلبه معظمها عامل ازاي، وده ملوش علاقه ممكن في طلبه الطب عاديين جدا ومش مبهدلين كده شبه عاطف وبتاع، بس العاطف الطالب الطب او اللي لسه خريج اللي دكتور احمد عاطف كاتبه حاولت يكون هو ده اقرب لعاطف مع اختلاف الناس يعني. لا طبعا في اختلاف، انت بتاخدي من وسيط مقروء لوسيط مرئي فانت بتحولي الحاجات عمرها ما تبقى شبه بعضها. احنا اخدنا انت عارفه الكتاب مش روايه، الكتاب يوميات دكتور عاطف، فاخدنا من اليوميات دي بعض المواقف ودكتور عاطف واستاذ عمر دكتور عاطف كتب السكريبت، استاذ عمر اشتغل على السكريبت عشان يبقى متسق مع رؤيته ببعض المواقف اللي بنينا عليها الصراع الدرامي، لان الصراع الدرامي مختلف تماما عن اي وسيط مقروء يعني. هو عاطف شاب بسيط شبه ناس كتير، وشبه ناس كتير في ايه؟ قصدي في ان هو شبه شباب كتير مره واحده بيلاقوا نفسهم في حاجه اكبر منهم وهم لسه متخرجين، فكل الناس بتخلص بتبقى متخوفه من المسؤوليه، واعتقد ان دي السمه الاساسيه في الشباب اليومين دول. احنا كلنا خايفين من المسؤوليه وحاسين ان احنا ما عندناش الخبرات الكافيه او القدر الكافي ان احنا نستحمل صعوبات الحياه، بس والناس كلها في صعوبات بغض النظر عن اختلافاتها وبغض النظر عن طبقتها الماديه او النفسيه، الناس كلها في تعب في الحياه، وما اعتقدش ان في حاجه كويسه غير ان احنا يعني نهون الحاجات على بعض. فانا تخيلت ان عاطف شبه كل الشباب، واكتر حاجه كنت نفسي اعملها ان هو يبقى حقيقي والناس تصدقه يعني. الحمد لله ما فيش صعوبات، هو اعتقد ان اكتر حاجه ممكن تبقى حلوه ان انت تحضري كويس، انا بحب ده يعني. مش شايف ان في ناس عندها مواهب جباره، انا شايف ان في حد بيشتغل وبيعمل بيحط يعني قدر كافي من التعب في شيء فبيوصل اللي هو عايزه اي مكان نوعه. مش كل الحاجات مع كل الناس ورديه، او كل الناس عندها الاراده ان هي تتعب، او كل الناس قادره اصلا تحقق حاجاتها، بس شايف ان اي حد ممكن لو تعب في حاجه ربنا بيكرمه يعني. تحس ان يعني ليس الانسان الا ما سعى يعني. ان شاء الله عندي ان شاء الله يعني على خير يكملوا مسلسل تغيير جو مع النجمة منة شلبي والنجمة إياد نصار خرج أستاذة مريم بعوف، وعندي مسلسل بطن الحوت مع النجم محمد فراج وأستاذ باسم سمرة في خرج أستاذ أحمد فوزي صالح، إن شاء الله يبقى في رمضان برضه أو بعد رمضان مش عارفين، بس دول اللي شغال عليهم دلوقتي يعني. إن شاء الله يبقوا دورين مختلفين عن عاطف والناس تحبهم إن شاء الله. خشوا على السرير. كشف ولا موظف؟ كشف. خير يا استاذ الف سلام. الواد يا دكتور تعبان طول اليوم، ما اعرفش عنده ايه، والناس خوفوني قالوا لي لازم تروحي للدكتور احسن يكون عنده انيميا فول. هو تعب بعد ما اكل فول على طول؟ على طول. طيب ما تقلقيش، بسيطه ان شاء الله. تعالى حبيبي. ايه يا دكتور؟ ثانيه واحده يا ماما. ايه يا دكتور؟ ثانيه واحده، في حاجه وجع هنا يا حبيبي؟ لا يا دكتور. يا ستي ثانيه واحده، يا ستي ثانيه واحده، لسه بحط ايدي. في وجع هنا يا حبيبي؟ لا. طب مش رخم زي ماما بقى، في وجع. كمان كان لينا لقاء مع الفنانة مريم الجندي بنت الفنان الراحل محمود الجندي وأخت المخرج الكبير أحمد الجندي، واللي دخلت الفن بعيد عن أي واسطة لأنها ما اشتغلتش ووالدها موجود على الساحة ولا بقت بطلة في مسلسل من إخراج أخوها. مريم كلمتنا عن دورها، تعالوا نشوف قالت لنا إيه. تجربتي مع واتشت كانت مريحه قوي، وحابه اشكرهم جدا ان هم ادوني الفرصه دي وخدوا الريسك ده، مش بيا انا بس يعني بينا كلنا، وحابه اشكرهم ان هم يعني اثبتوا ان التجربه دي ممكن تبقى ناجحه ويدوا فرصه، لان احنا عندنا مواهب بجد كويسه جدا، فنفسي انه الناس اكشلي تاخد الفرص اللي هي تستحقها.
تجربتي مع المسلسل بقى كله كانت بجد من احلى الحاجات اللي صورتها، وبجد كنت متضايقه قوي 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 انها خلصت. كنت يعني عمري ما في النص كده حسيت ان انا نازله رايحه الشغل، فاهمه؟ كنت مبسوطه قوي. الناس كلها كانت جميله، كاست وكرو وقصه حلوه واماكن لذيذه، يعني التجربه كلها كانت بجد من اهم التجارب بالنسبه لي. يعني دكتوره هاجر بنت مصريه بسيطه جدا، هي شخصيتها عكس دكتور عاطف خالص تماما. هي اختارت اللي هي بتعمله، هي بتحبه جدا وذكيه وشاطره فيه جدا وعندها طموح رهيبه، عايزه تحقق حاجه، عايزه توصل لحاجه، عايزه تغير حاجه. فهي شخصيه قويه، يعني نموذج حلو قوي للبنت المصريه الحقيقيه دي. وهي شخصيه جدعه بتقف جنب عاطف كتير. هنشوف بقى في حاجات كتير. طبعا هي هاجر لسه ما ظهرتش قوي، يعني يمكن اخر حلقتين ابتدت تبان فيهم شويه اكتر، بس هي جميله، هاجر جميله. انا اتحمست للدور فعلا من اول ثانيه قريت فيها مشهد، رحت اعمل عليه كاستنج، كان مشهد بعتين لي حتى مشهد قصير قوي، من اول ثانيه وانا هموت واعمل الدور ده، هموت بجد. لو ممكن يجرى لي حاجه لو ما اروح لحد تاني. قعدنا في بروسس الكاستنج ده كتير جدا. اكتر حاجه كانت محمساني من قبل اي حاجه اصلا ان انا اشتغل مع استاذ عمر المهندس. انا بحبه جدا وبثق فيه جدا، وعارفه ان هو هيطلع حاجه كويسه، وعارفه ان هو بما ان اختار ده ان هو يبقى اول عمل ليه، فانا كنت واثقه من قبل ما اقرا الورق، فانا واثقه جدا انه ده هيبقى حاجه مختلفه وهتبقى حاجه حلوه قوي، فكان نفسي يبقى جزء منه. الورق حلو قوي، الكاست حلو قوي، الدور حلو قوي، دور مختلف عني تماما، مختلف عن اي حاجه انا عملتها قبل كده كمان، فكنت حاساها تشالنج يعني لذيذه، وكان نفسي اعمل التجربه دي. اتكلمت مع دكاتره فعلا جالهم تكليف، بس مش يعني دكاتره اسنان كده، ما لقيتش يعني ناس في صيدله، بس كنت بسالهم الدنيا فعلا هناك عامله ازاي، صوروا لي حاجات وروا لي حاجات، وكنت بخش بقى اعمل ريسيرش انا لوحدي واشوف بقى الـ مثلا الدفعه الجديده، اخش اشوف فيديوهات للدفعه الجديده اللي لسه متخرجه من صيدله، اخش اشوف توتوريالز، واحده معيده واقفه بتدي محاضره في صيدله في كفر الشيخ، فقعد اتفرج واشوف بيقولوا ايه، بيعملوا ايه، حاجات كده. وطبعا في الاول وفي الاخر استاذ عمر مهندس واستاذ احمد عاطف هم يعني اصلا كانوا عاملين الشغل كله، يعني ما كانش فيه اجتهاد قوي مني. يعني هو بطل العمل مش نجم، بس هو ممثل شاطر قوي وممثل تقيل قوي، وانا عارفاه من زمان وعارفه من زمان ان هو يعني هو بجد ممثل تقيل، فانا كنت واثقه فيه وواثقه انه مدام برضو استاذ عمر حاطط فيه الثقه دي فهو اكيد قدها، وطبعا ان واتشت حاطين فينا كلنا الثقه دي، فاحنا يعني يا رب نبقى قدها. ما توقعتش طبعا لهذه الدرجه، يعني قلت مثلا الموضوع هياخد شويه، الناس هتحب المسلسل، عادي احنا عاملين حاجه حلوه اكيد، بس لو الناس هتحبه يعني عادي، الناس هتستنى اما العشر حلقات تخلص فيقولوا مسلسل حلو، بس انه من اول حلقتين الفيدباك عامل كده والناس بجد حابه المسلسل وعاملين يتكلموا عليه وكل اللي بيحصل ده، لا اكيد ما كنتش متوقعه، بس مبسوطه بيه قوي الحمد لله. انت الحرامي. اسكت يا دكتور. يعني كنت جايب واحد حرامي يجيب لنا الحرامي؟ هو انا جايب لك مهندس ديكور يجيب الحرامي؟ بص عليه. اقلب اخويا. اخويا وائل. ده من غير بص. حد عايز يتصور معاهم قبل ما نمشي؟ تصوريهم معايا وهما بيطبطبوا عليا. ما تخافيش مش هعضهم. انتوا الاثنين هتقعدوا ورا، ما حدش حد يقعد جنبي، مين اللي هيصور؟ ده انا هنفخه. راجل غريب جوه بيتي واني مش موجود. مفيش راجل ولا حاجة. لا في. هنتفرق تاني. بالنسبة لي دي المرة الخامسة. لو حد فيكم يتحرك يجي ورايا اقسم بالله اضرب وطلقه في مكتب اباك اهل عليه. مسلسل بلطو اجدد الاعمال الاصليه يعرض الان فقط وحصريا على واتشت. حلميه الممرضه اللي صنعت كوميديا خاصه جدا جوه المسلسل وكل جمهور كان بيتكلم عليها. قابلنا الفنانة سلافة غانم، تعالوا نشوف قالت لنا ايه عن دورها وعن المسلسل ونجاحه اللي ما كانش حد متوقعه ابدا انه يبقى بالشكل ده. انا دخلت المسلسل بسبب عمر المهندس، لانه انا اعرف عمر المهندس علشان انا اشتغلت مع الاستاذ العظيم شريف عرفه في الجزيره 2 وهو كان مساعد الاستاذ شريف، فمن هنا بدات صداقتنا مع بعض، واول عمل درامي هو بيعمله جابني
يعني فهو حطني في الدور، وبعد كده بدأنا نعمل بروفات ترابيزة وتجهيزات بقى للشغل ككل، والحمد لله ربنا أكرمنا. يعني دوري حلمية كان أهم حاجة عندي إن أنا أسمع أكتر من عمر المهندس هو عايز يعمل إيه بالظبط، رؤيته عايزها تبقى عاملة ازاي، التون عامل ازاي، الإيقاع اللي هو عايزه عامل ازاي. قعدنا في بروفات الترابيزة كل الأسئلة اللي ممكن تدور في دماغي كنت بكتب طول الوقت قبل أي بروفة إيه الأسئلة اللي أنا عايز أسألها، وبروح أسألها لعمر وبعدين تجيني أسئلة جديدة وهكذا. والحقيقة أن عمر المهندس كان باله طويل قوي علينا يعني، وعليا وهو علينا كلنا، كلنا كنا بنسأله وعايزين ما عرفش، بس هي كانت حالة كده أنا مش عارفة كان مصدرها إيه، إن إحنا كلنا متعاملين مع البروجيكت ده بمسؤولية مش طبيعية وبجدية شديدة جدا، فكنا واخدين كل واحد واخد الشخصية بتاعته عايز يشتغلها أحسن حاجة ممكنة. والحمد لله حضرنا بالبروفات الترابيزة وبعد كده مع الستايلست، علشان اللبس مهم قوي للشخصية، ده بيساعدك كممثلة إن أنت يعني إن أنت تمسكيها ماديا ماتيرياليستك يعني. وبعد كده الحقيقة شخصية حلمية هي شخصية موجودة في كل حتة، في الشارع، في المترو، في مؤسسة حكومية، في مؤسسة صحية. وشخصية الممثل يعني ربنا واهب الممثل بحاجة كده ان هو طول الوقت بيسيف كل الكاركترز اللي بيقابلها، لكن ما تعمدتش ان انا اظهر حاجة معينة او اخد كاركتر في دماغي كده واروح اقلده، ما قررت انها مش عامل كده. احنا طبعا مش متوقعين خالص ولا كان في دماغنا، احنا كان يعني عمالين نشتغل بمجهود ضخم جدا، باحساس بالمسؤولية، باخلاص شديد، وكان غرضنا انه يعني لما ينزل 4-5 حلقات تبتدي الناس يعني تلتفت ويبقى مسلسل العيلة بتتفرج عليه وهم مش متضايقين. واو، عملت لي كل دي سمايل، اقسم بالله ما اتعمل لاي انسان قبل كده. انت لو شفت نفسك في المرايه مش هتعرفي نفسك. دي بقى يا ست الكل بتتكلم بره 100,000 جنيه، انا بقى اعملها لك ب 100 جنيه. خد يا ولفت المنوكير بتاعك. والله يا دكتور صغرت ولا 20 سنه ولسه هتصغر تاني يا ولفت. بس اهم حاجه في ثلاث حاجات لازم نلتزم بيهم، لا تاكلي ولا تشربي ولا تغسلي اسنانك، واي شيء تاني مباح. الحمد لله على السلامه يا امي. اقفلي بقك كده وطلع له ودانك. الحمد لله على السلامه يا امي، اتفضلي خدها ولفه توصليها. والله يا حاجه بقيتي ولا ياسمين صبر. ده احلى. خلاص ما انت خلصتي اقفلي بقك بقى. كاميرا الابداع في مصر قابلت المؤلف احمد عاطف واللي كلمنا عن كتبه الثلاثه، وناقشناه في حكاية أنه نجم على السوشيال ميديا من أيام ما كان بيكتب يومياته كطبيب في الوحدة الصحية. كمان أحمد عاطف مش بيسيب مسلسل إلا ويكتب بوست كوميدية عنه، وهو كمان متوقع أن يتعامل معاه كده في مسلسله ده. تعالوا نشوف الكاتب الساخر والسيناريست والطبيب أحمد عاطف قال لنا إيه. اكيد موضوع السوشيال ميديا بيفرق في اي حاجه يعني عموما في الفتره اللي احنا عايشينها دي، يعني اي حد عنده موهبه معينه ممكن يوصلها عن طريق السوشيال ميديا ويوصل عن طريق لاي حاجه هو بيحبها يعني. فكان موضوع السوشيال ميديا اكيد هو فرق معايا في موضوع الكتاب نفسه، يعني انتشار الكتاب نفسه والكتابات بتاعي. يعني انا اول ما بدات اكتب واتعرفت اصلا بسبب الكلام اللي كنت بكتبه عن الوحده الصحيه ومذكراتي يومياتي، واحده 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 الناس ابتدت تعرف وتشوف لحد ما اتشجعت وعملت كتاب وعرفت انا بكتب كويس. فموضوع السوشيال ميديا مهم اكيد وفادني كتير جدا يعني. موضوع الانتقاد بس يكون باحترام، ده ما عنديش فيه اي مشكله يعني. الناس تقول المسلسل ده وحش او مش عاجبني او مش عارف ايه، ده ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لي. حتى انا لما اتكلم عن مسلسل او حاجه بنتقد المشهد نفسه او الشخصيه بتاع المسلسل نفسه، يعني بتكلم عن شخصيه الممثل في المسلسل، ما بتكلمش عن حاجه خارجيه. في شخصيه قابلتني اسمها كده مش شيخ مرزوق طبعا، يعني في شيخ كان بيعالج الناس بطرق غريبه جدا والناس مقتنع بيه في الوحده الصحيه اللي انا كنت فيه، بس طبعا ما كانش له الشكل السينمائي والدرامي اللي هو ده الهلومة دي كلها يعني. كان هو شيخ برضه بس ما فيش صراعات ما بيني وبينه، ما فيش الحاجات دي كلها، بس كان في حد معين كده بيعالج الناس بطريقه معينه والناس واثقه فيه، وانا كنت دايما بنتقده واقول للناس يا جماعه ده غلط، ما حدش ما ينفعش تروح له. دي النقطه اللي انا طورت منها موضوع الشيخ مرزوق يعني وحولته لشخصيه دراميه.
الحقيقه لصات البطيخ والانس والجبس. طبعا مش شرط ان انا احول كل الكتب بتاعتي لدراما او لمسلسلات، يعني انا بفكر اصلا اكتب حاجه خارجيه بعيده عن الطب او الكلام ده كله، بحيث ما اتركورش او ابقى في وضع الدكتور اللي هو بيكتب عن الطب والدكاتره بس، لان انا عندي افكار تانية خارج موضوع الطب واكتبها ومش عارف ايه والكلام ده. وموضوع الانس والجبس كمان ده اقرب ان هو يتحول لمسلسل، لانه فكرته قريبه من فكره بلطو بس عن فتره النيابه بتاع الدكاتره، اللي هو خلاص تخصص بقى دكتور عظام، ساب الوحده الصحيه وبقى دكتور عظام في مستشفى. الانس والجبس انا بالنسبه لي لحد دلوقتي شايفه مش الجزء الثاني من بلطو، يعني دي مرحله تانية خالص، وده فورمات تاني لمسلسل تاني خالص مختلف مش شبه بلطو. لو بلطو في فرصه ان احنا نعمله موسم تاني، او جات لي فكره ان الموسم التاني هتبقى افضل، يعني ما يبقاش بنعصر نجاح الجزء الاول، ده هنعملها. ولسه برضو يعني الموضوع لسه في ايد واتشت، بس الاكيد ان احنا مش هنعمل حاجه اللي هي بنستغل نجاح الجزء الاول من غير ما يكون في محتوى يعني يتقدم. استر يا رب، استر يا رب. الوحده كلها فاضيه، الحقوني يا جماعه، مراتي بتولد. اهدى حضرتك، الدكتور موجود اهو. دكتور ايه؟ انا ما بعرفش اولد. وطي صوتك وايه اللي هيولدونا احنا؟ انا ما بعرفش اولد، هات ممرضه الولاده تيجي تخلصها. ممرضه الولاده راحت المنصوره، ما انت اديت اجازه بتاع 5 ايام. طيب مش في دايه في القريه ممكن الدايه تيجي تولدها هنا؟ اهلا وسهلا بيكم، مفيش حاجه. دايه القريه هي نفس ممرضه التوليد اللي هنا وانت مشيتها. طيب يا جماعه احنا ما عندناش ولاده في الوحده النهارده، ولدها في اي حته. بقول لك ايه يا جدع، انت اللي هتولد مرتي دلوقتي، والا قسما بالله هرتكب جنايه. يا باشا والله العظيم ما بعرف اولد، ما بعرفش اولد، اخدنا الحاجات دي نظري بس، وديها اي مستشفى في كفر الشيخ. مستشفى يا دكتور، مرتي بتروح مني هتموت. اهدى يا باشمهندس، دخلها غرفه الطوارئ. يلا يلا خلاص. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتولدها؟ انا مش متخصص ولاده. ولدها انت. انت مش دكتور. ايوه بس مفيش تخصص لحد دلوقتي، ولدها انت. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا دكتور، اتصرف. حاضر حاضر هحاول. طيب هاتوا ميه سخنه. حاضر. هاتوا ميه سخنه، هاتوا ميه سخنه. حاولي تنظمي نفسك مع بعض كده. يلا ايوه الثالثه مع بعض اهو. وكان لينا لقاء مع مخرج المسلسل عمر المهندس، واللي كلمنا عن ترشيحه لعصام عمر وعن تخوف عصام من وجوده في دور البطولة، وكلمنا كمان عن الصعوبات اللي واجهتهم وتطويرهم للكتاب الساخر وتحويله لمسلسل مرئي. ازاي اخترت عصام؟ عصام اعرفه من زمان، عصام اعرفه من 8 سنين، اشتغلنا مع بعض فيلم قصير، واشتغلنا مع بعض حاجات على يوتيوب، وانا عارف من زمان ان هو ممثل موهوب، يعني ممثل عنده كده قدرات غريبة يعني، وعلى ده ان هو دمه خفيف. فاول لما جت فكرة بلطو من واتشت، فعلى طول فكرت في عصام. اول حاجة ان هو انا عارف الناس هتتقبله ازاي، عارف الناس هو عنده كاريزما، عارف ان هم هيتقبلوه بطريقة معينة، والحمد لله ده اللي حصل. هو فعلا في الاول كان خايف شوية زي ما كلنا كنا خايفين، بس وجي قال لي طب ما تشوف حد تاني، ما تشوف حد معروف اكتر، بس انا كان لا خلاص ما تقلقش، كنت واثق فيه، والحمد لله رؤيتي يعني بانت ان هو الناس حب عصام، وانا دي حاجه كنت شايفها من زمان، فالحمد لله ان ده حصل. صعوبات من ناحيه الممثلين ما كانش فيه خالص. الصعوبات كانت مع دكتور احمد عاطف في الاول، ان احنا ازاي نطور الرواية بتاعته ان هو يبقى مسلسل، وان هو يبقى متماسك، وان هو يبقى فيه شخصيات، وان هو يبقى فيه كاركتر ارك بطريقة او باخرى. ده اللي قعدنا فيه وقت كتير، ان احنا ازاي هنطور اللي موجود من الرواية اللي هو كتبها، وازاي هنحولها لمسلسل. ده اللي اخد مننا كتير. بس خلصت لقاءاتنا مع صناع مسلسل بلطو، خلصت حلقتنا النهاردة، بتمنى أنها تكون عجبتكم. استنونا في حلقة جاية وتغطيات لأهم الكواليس والأعمال الفنية والإبداعية. كان معاكم مي حامد.